وتجرعك الهموم والآلام، عندها لا تتوقف وتغلق على نفسك الأبواب وترتدي ثياب السواد. انظر إلى الحياة من خلال نافذة ملونة، ستجد أن هذا الكون واسع ومبهر وجميل. ستجد أن الحياة رائعة بجميع الألوان، كل يوم وصفحة من لوحة حياتنا، لوحة حياتك لك أنت فقط. اختر أنت ألوانها واستمتع، ولا تدع الظروف والأشخاص يؤثرون عليها فسيفسدون تناسق الألوان.